أهلا بكم، إليكم موجزا لبعض أبرز أخبار هذا اليوم. بدء وضع اللمسات الأخيرة في البيت الأبيض لإعادة إطلاق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وواشنطن ترفض الربط بين الانسحاب من العراق والسلام في الشرق الأوسط. حشود عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري وحول مزارع شبعة اللبنانية استعدادا لضرب المخازن العسكرية لحزب الله في سوريا. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن اليوم في خطابه الثاني خلال رئاسته الموعد الرمزي لانتهاء العمليات القتالية للجيش الأمريكي في العراق بعد 7 أعوام على اجتياح كان يعارضه منذ البداية. رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يطلق برنامج موعد مع الحرية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وتوفير الشروط الموضوعية الكفيلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. أمانة سر المجلس الثوري لحركة فتح تؤكد في ختام أعمال الاجتماع التشاوري الذي عقد في رام الله يوم الاثنين ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي كأرضية للعملية التفاوضية، ورفض الاستمرار بأي نوع من المفاوضات في حال واصلت إسرائيل نشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. استطلاع نشره المركز الفلسطيني يشمل عينة عشوائية مكونة من نحو 1000 شخص يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، يشير إلى أن نحو 31% يؤيدون المفاوضات المباشرة بينما يطالب 31% بوقفها. الزعيم الليبي معمر القذافي يعلن في حضور رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو بيرلسكوني أن ليبيا تدعمها. إيطاليا طلبت من الاتحاد الأوروبي 5 مليارات يورو سنوياً على الأقل لوقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا. كما دعا الزعيم الليبي خلال زيارته الرسمية إلى إيطاليا إلى أن يصبح الإسلام دين أوروبا بأسرها. ناطق باسم حكومة تشيلي يعلن أن فرق الإنقاذ بدأت في وقت متقدم من أمس الاثنين عمليات الحفر تحت الأرض لفتح ممر لتحرير 33 من عمال المناجم المحاصرين منذ عدة أيام على عمق يصل إلى 700 متر تحت سطح الأرض. للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.